اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسترد تعقد اجتماعا بمقر ملحقة الإقليم بالداخلة لبحث حصيلة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023. خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم أوسترد توفيق بالمدن، تم استعراض تقدم أشغال إنجاز مختلف مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تم دراسة تطور إنجاز مشاريع البرنامج الثاني، وكذلك تتبع إنجاز مشاريع برنامج تحسين الدخل والدمج الاقتصادي للشباب، كما تم الوقوف على سير مشاريع محور دعم الأجيال الصاعدة، خاصة الاتفاقيات الخاصة بتسيير وحدات التعليم الأولي ومحور الدعم السوسيو اقتصادي للأشخاص فضيع الهجرة. الاجتماع تميز ببرمجة اعتمادات تقدر ب 452 ألف درهم لضمان إعادة تأهيل وتجهيز مركز الاستقبال في بئر قندوز، وذلك في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.